دلوقتي جمعاتكم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام, نجوم اف ام على كيفك. مساء الخير, اهلا بكل مستمعينا في كل مكان. برحب بحضراتكم وحلقتنا الاسبوعيه, حلقه اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, حلقه 18/7, وان شاء الله تقضوا معانا وقت ظريف. برحب بيوسف زكي, يوسف على الميكسر. وخلونا بسرعة أفكر حضراتكم بأرقام التليفونات 3-8-3-5-0-22, ده رقمنا الأرضي, 0-15-59-55-1006 سيرفيس الواتساب. وطبعا في انتظار تليفوناتكم, في انتظار المسجز بتاعتكم, حتى اللي مش قادر كده يعني تفرجوا علينا من خلال النايل سات. و انا ببقى مبسوطة جدا لما الناس كمان بتانتراكت معانا من خلال الابليكيشن, سواء من جوه مصر او من برا مصر. وان شاء الله تقضوا معانا وقت ممتع. انا عارفة ان الجو يعني يمكن خلاص الموضوع بقى اسبوعيا بنتكلم فيه, الجو انهيار 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 يعني مش عارفة. وبفكركم بليز يعني يمكن بنحاول على قد ما نقدر نشجع بعضينا ان احنا نعمل حاجة كويسة, ان احنا على قد ما نقدر حطوا في البلكونات بتاعتكم مية للعصافير وللحمام واليمام والحاجات دي كلها. ولو في طبعا في الشارع اللي انتوا فيه كلاب قطط اي حاجة حطوا لهم بس شوية مية, لان يعني الموضوع يعني مش أدامي خالص. إن شاء الله تكون موجة شديدة الحرارة بس تخلص, وطبعا اللي موجود بقى على بحر وكده يتبسط لنا معاه. من المواضيع اللي حبيت إن أنا أتكلم فيها مع حضراتكم واللي ممكن تكون برضو محتاجة النقاش ومحتاجة إنك ما تطنشهاش أو ما تكبرش فيها أو ما تعملش نفسك مش واخد بالك ان انت عندك مشكلة في الحتة دي, لان المفروض يعني لما حكايات معينة بتتكرر معاك بتحس ان ما هو مش كل مرة بيحصل. طب ليه كل مرة بيحصل نفس الموقف؟ او ليه كل مرة بيحصل نفس النتيجة؟ او ليه كل مرة الباترن ده بيتكرر؟ يعني ايا كان الموضوع اللي ممكن تكون بتحس ان فيه دايما وكأنك بتفتح نفس الباب كل مرة ومنتظر ان يكون فيه نتيجة مختلفة. فهنا اعتقد ان احنا لازم ننتبه شوية للي حاصل جوانا, اللي حاصل جوانا وممكن نكون مش منتبهين ليه الى ان يتم تكراره في توقيت ممكن يكون فيه شوية استعداد من الشخص ان هو يفهم نفسه اكتر, وان يكون عنده استعداد انه يسمع الصوت الداخلي بتاعه, انه هو ليه بيحصل كده, هو ازاي كده, هو ليه كده, انا ما كنتش كده, انا بقيت كده مثلا يعني. وهي كلمة بتضغطنا جامد قوي, هي كلمة بتخلينا غصب عننا مش عارفين نتبسط بحياتنا, مش عارفين نفكر في بكرة, ومش بننبسط بالنهاردة, ودايما امبارح للأسف بيكون هو اللي مسيطر عليك من غير ما تبقى واعي. انا برجع تاني بقول من غير وعي, هي فكرة من باب حرص ولا وعي برضو, من باب لا مش عايز اتضايق ولا اتوجع ولا اتعور ولا حاجة نتيجة حاجات مش انية حصلة معايا, مش دلوقتي بعيشها, لا ده حصيلة من كلام اتقال, حصيلة من تحذيرات اتعملت. خلوا بالكم واحنا صغيرين احنا بنتولد يعني زي ما بيقولوا كده بافتة بيضة, لا بنعرف ايه الحلو ولا ايه الوحش لغاية ما الطفل يحط ايده في الفيشة فنقول له كخ بلاش كده, او يتكهرب بعد الف شر عليهم, لغاية ما يحط معلقة شطة في بقه فبيبقى عارف ان دي مش هيجي ناحيتها تاني بيبقى جرب. بس اللي انا هتكلم عنه النهاردة ده ما بيبقاش في معظم الاوقات عن تجربة شخصية, ممكن يبقى في الاول عن مسامع او كده, بعد كده بتيجي بقى نتائج التجربة الشخصية تأثر عليك. كلمة المخاوف مش خوف في المطلق, ممكن انت مش انسان جبان في المطلق او انت مش انسانة جبانة في المطلق, بس كل واحد بيبقى عنده حزمة مخاوف, حزمة مش واحدة, يمكن ممكن هايلايت يبقى حاجة واحدة كده في الاول كبيرة قوي مسيطرة,
اللي خايف من الفشل عنده مخاوف الفشل، عنده مخاوف الاحتياج، عنده مخاوف الخذلان، عنده مخاوف الاستغلال ان حد يستغله، عنده مخاوف انه ما يكونش مسيطر، عنده مخاوف 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 بتخليك في الاخر اللي هو انت قاعد فيما يسمى comfort zone. بالغلط بالغلط، لان انت قاعد في حتة هي مش comfort ولا زون، انت قاعد جبان، انت قاعد عمال تعمل كده تكش جوه نفسك عشان خايف تجرب. وفي الحتة دي انت ممكن بل اكيد بتكون بتضيع على نفسك حاجات كتيرة قوي 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 قوي، ممكن تمسح لك المخاوف دي من جذورها. اللي انت قاعد البعبع اللي انت قاعد خايف منه او اللي انت هربان منه او اللي انت بتعمله الف حساب، ممكن بس لو اديت لنفسك فرصة ان انت يعني تواجه المخاوف دي ايا كان هو ايه، تلاقي نفسك انه عادي. عارف اللي خايف يعوم بعد كده عارف يعوم، اللي خايف يدوق حاجة عشان صدقها وعجبته وبقت أكلته المفضلة. فكرة ان انا بخاف بخاف عشان احمي نفسي بطريقة ما بتخلينيش بقى استمتع بحياتي خالص. في مخاوف من انك تحب، في مخاوف انك تتعلق، في مخاوف ان انت تسافر، في مخاوف ان انت تبقى جريء وتاخد ريسك. المخاوف كتير قماشتها لا تنتهي، ده اللي هنتكلم فيه النهاردة. وأتمنى أن أي حد هيكلمني في التليفون النهاردة يبقى واعي أو يبقى على الأقل عدى قدامه مخاوفه إيه، مخاوفه اللي هي الكبيرة الأساسية اللي بسببها ممكن يكون وقت ضاع، شخص راح، يسيت على نفسي، مش مستمتع بحياتي، مش عارف أبقى سعيد بحاجات كتير ربنا مديهاني. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 سيرفيس الواتساب مستنياكم. سمع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. برحب بكم مجددا. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 سيرفيس الواتساب. ومعايا أول تليفون في الحلقة اللي هنتكلم فيها عن المخاوف اللي ممكن تكون في حياة كل شخص وبالتالي بتأيده بتمنعه بتحجمه من ان هو يجرب، لعل وعسى ان التجربة تدي نتيجة تانية خالص. السمع غير الفعل، السمع غير الممارسة. معايا رندا على التليفون. يا رندا. هي مريم، اهلا وسهلا، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اهلا، ايه الحلاوه دي؟ ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. كل مره بتبقي احلى من المره اللي قبليها. يا رب، ده انا تعبانه وحالتي حاله. ربنا يخليكي من عيونك الحلوه. تعبان قمر كده. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. اتفضلي، سامعاني من اول الحلقه؟ اه طبعا سامعاكي. اتفضلي. انا هتكلم عن نفسي. انا كان عندي من وانا صغيره مخاوف من الناس. الناس بعينها ولا من الناس عموما؟ لا، من الناس عموما. ليه بقى؟ يعني اهلي كانوا على طول إيه، لا ما تعمليش كده، الناس تتكلم، لا مش عارفه ايه الناس تتكلم، إيه لا لا لا، ده انت لو عملتي ده ما ينفعش تعمليه وحش حتى لو هو اذيكي، لا عيب، ازاي ما ينفعش. بقيت لما كبرت بقيت من اللي حواليا بقيت اخاف ان انا اتكلم كلمه تزعلهم، بقيت اخاف بخاف من الشخص نفسه، من الاحكام يعني بتاعتهم عليكي يعني وعلى تصرفاتك. يعني ايوه بالظبط. يعني انا لما اتجوزت بقيت اخاف من 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 الناس مش المفروض ان انا اخاف منها. زي يعني مثلا مرات ابو جوزي، طب انا مش خايفه، انا خايف منك ليه؟ انت مش تعملي لي حاجه، بس اللي هو ايه، لا انا خايفه اتصرف تصرف قدامها فهي تقول لا ايه ده، ازاي تتصرف كده، او تقول لجوزي او جوزي يعمل. طب يعني الخوف منها هي تحديدا او من الشخصيه دي تحديدا كان ليه؟ مش من الشخص نفسه، يعني من اي النقد. دايره انا بخش بيها، من النقد مثلا، او ان انت بالظبط من النقد، من المشاكل، من ان حد يشتكي، من ان هي يعني عامله لها اعتبار قوي زياده عن اللزوم وده مش المفروض يحصل. طب والحكايه دي اتكسرت عندك ولا لسه لغايه؟ لان لو لسه مكمله مش هتعرفي تقعدي في وسط حد بقى خالص. لا لا لا، ما هي اتكسرت بعد ما حصل كذا موقف، فقررت
اللي هو لا مش هينفع ان حد يبقى متحكم في حياتي وان انا بقى قاعده خايفه من حد ليه. امتى يعني؟ ايه اللي خلاكي تطلعي بره قوقعه المخاوف؟ خلاني اطلع بره كل المخاوف ان هي الله يجازيها يعني كان في مشكله ما بيني وما بين جوزي، وفي الاخر لما انا جوزي كان ضاربني، فلما انا مشيت من بيتنا ورحت عند ثانية ماما. واحدة، هي دي هتعدي كده عادي لا لما ما هي ما جوزي كان عدتش ضاربني؟ معايا. لا ما هو انا مش انا مشيت ورحت عند ماما، فراحت قالت لواحده هنا جارتي، قالت لها انا عايزه اعمل لها محضر ان هي سرقت فلوس من الشقه، شقتي انا. اوكي. فبعديها انا سمعت انا جالي حاله ذهول، يعني انا مش بعمل لك حاجه تضايقك، وما كانش فيه يعني ما كنتش عامله لك مشكله، كنت عامله لك اعتبار زياده عن الحد. فلا ساعتها بقى قررت ان لا انا لا هخاف من جوزي، مش هخاف منه اللي هو خوف اللي هو لا انا مش هخاف من جوزي تاني، ومش هخاف منك تاني، ومش هخاف من اي حد. عملتي انتوا ايه بقى؟ مش ايه، لا خلاص خدت قرار ان انا مش عايزه ارجع للبني ادم ده نهائي ما نهائي. عملتيش اي حاجة معاها هي؟ لا وهي كمان انا كنت رايحه اعمل محضر لان انا كان فيا اثار ضرب، والاول مره في حياتي اكثر خوف ان انا اروح اعمل محضر. يعني انا كنت بخاف اصلا هو ايه محضر ايه، واذي الناس مع ان انا مأذية. يعني الموضوع ده كان اتكرر قبل كده بس انتي ما ايوه عملتش، يعني كان في ضرب قبل كده. ايوه فلما انا قررت ان انا اعمل محضر، انا ما قررتش ان انا اعمل محضر في جوزي بس، لا انا قررت ان انا اعمل فيها هي كمان. انت اذيني كمان نفسيا، يعني هو اذيني وانتي عندك صح. ولاد؟ لا 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 يعني مكانش عندي. مفيش ولاد شافوا ضرب لا مامتهم لا لا ولا؟ لا 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 اوكي لا ماشي. فقررت لا ان انتي لا انت لازم اخد حد، وفعلا رحت وقررت ان انا اعمل محضر وبالفعل. بس انا يعني بس يا ربنا يحاسبني بقى، ولا يعني ربنا يحاسبني على اللي انا عملته، بس انا عملته في محضر ان هي وهو اللي ضربوني يلا هما الاثنين. يلا مش بقى لحظة هو الانتقام. عليا ولا اعدائي بقى، انا مش هشيل خوف بقى خلاص. وحصل ايه بس بعد كده فيهم؟ بعد كده بقى هما جابوا ناس وقعدوا يتحايلوا شهرين ان انا حتى اتنزل على المحضر، وانا كنت عارفه اللي هو ايه، لا خلاص بقى انا اللي كنت بخاف واترعب منك وكنت مرعوبه وكنت بستخبى في بحري كده منك، انا بقيت بقف قصادك وحاطه وشي في وشك وبقول لك لا. اوكي. فاهماني؟ يعني بقول لك لا على اي حاجه وحشه انت ورثت بتعمليها. الحكاية على ايه؟ رجعتي لجوزك بعد لا كده؟ لا ما رجعتش لجوزي، لا لا انا انفصلت. اخواتي مرضوش، انفصلت اهو. خلاص طالما انت مديت ايدك عليا مرة أنا سكت لك، مرة الثانية لا أنت خلاص هتتعود على كده، وهفضل طول حياتي معاك أتضرب وأتهان، وهيبقى جزاتي إن أنا أكمل. أنا أخويا وطبعا قال انت كلمة، كان المفروض ان انت يعني بالطريقة دي، هل حاسة ان انت ممكن تكون نظرتك للجواز بشكل عام او للحالة الأسرية دي اتغيرت، ولا وقفتي عند ان الحكم ده يخص الشخص ده لكن مش كل الرجالة وحشين؟ لا بصي انا عندي منظومة اقتناع، الجواز يعني. لا انا عندي اقتناع، انا حتى لما حد مثلا بحكي له مشكلتي وان انا اتضربت فتقول لها بصي اتعظي، اقول لها لا انا عندي اقتناع ان في اختيار شخص، انت بيقع على اختيارك بيبان، اللي في انا حاجه عايزه اسمها اساله، البان. لا هو يمكن ما شرحتش نفسي كويس دلوقتي يا رندا، يعني اللي عايزه اساله الحاجات الهلاوس دي بقت بتيجي تاني قدامك لو جالك حد تاني يتقدم لك، لو انت بتتعرفي على شخص تاني بترجعي تسترجعي كل اللي بقى حصل ده عندي مخاوف وبتخوفك من نقطه، ايوه دي حقيقه من نقطة الجواز؟ او من نقطة الجواز ومن نقطة ان الشخص ده طب انا ما اعرفكش كويس، هل انت هتضربني تاني؟ هل ان انا ده اللي هخش هو في لو صراع، حد جديد تقصدي لو حد جديد، هل ان انا هخش في صراع ضرب تاني؟ وبعدين انا لما كنت بتضرب كنت ونروح بتضرب بقى ضرب نعمل محضر مبرح تاني وفي الاسم الظابط يبقى عارفنا بقى. واوسام بقى وحاجات غريبة. فانا لا يعني انا لما اول مرة حصل لي كده عديت، قلت عشان ما اخربش بيت. تاني مرة لما حصل هو افتكر ان انا هسكت، يعني ان انا خلاص مش هتكلم مش ومش هقول. مستوعب ابدا ابدا في الحياة اللي جمعهم حب فجأة، يعني عندي دايما علامة استفهام عظيمة في الجزئية دي، ان اللي جمعهم حب يدخلوا اقسام ضد بعض ويقفوا في محاكم ضد بعض والله والرؤية والله والعياء، مش بفهمها. انا فاهمه، بس والله يا مريم انا بني ادم دوت، احنا حب 5 سنين قبل الجواز سنتين، ما بس كنتش انا تعرفي ان هو عنده فكرة انه لا لا بيمد ما ايده؟ عندهوش. لا ما هي النقطه دي كانت بسبب مراد باباه،
مش انت اللي استفزيتي؟ لا 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 لا، هي بأمانة كانت، هو كان بينزل فهي تسلط فهو يطلع يضرب. كده؟ امال لو كانت مامته كان ايه، ما هيقتل؟ هو ده بقى اللي كان بيضايقني. كذا مرة كنت اتكلم معاه في النقطة دي، استحملتك مرة واتنين وتلاتة، كنتش بقول لأهلي حاجة، بس في الرابعة خلاص انا هموت. بتمرني؟ خليني ده يكون اخر السؤال، اخر سؤال عشان نطلع الفاصل. يعني حاسه ان انتي بتأمني نفسك، بتأمني طريقه تفكيرك، بتأمني ان انتي مش عايزه تفكري بطريقه تظلم اي حد جديد داخل حياتك، بالظبط. ولا دي مش هتبان تفتكري غير في الاكسبيرينس نفسها، في التجربه نفسها؟ إيه لا لا لا، انا بقيت، لا بقيت عندي مخاوف اصلا ان انا اخد تجربه زي دي تاني. انا بقيت كده اللي هو انا عايشه فل تمام، انا الحمد لله كويسه جدا جدا، مع اني ممكن اخش تجربه ويكون احسن من تجربتي مليون مره. سيبي كل حاجة بقى لوقتها، المهم ان ما انتي بصي تدي سايباها كده للشخص بقى. اللي جاي ده فرصته كاملة متكاملة، عشان ما تبقيش ظلمتي نفسك او ظلمتيه وتحاسبيه بصي بحساب اكيد غيره. انا يعني عشان، اكيد انا عشان ما ظلمتش فاكيد ربنا يعوضني، ودي انا واثقه ان فيها شاء فوقت الله بقى ان شاء الله ان شاء الله. ربنا حبيبتي معاكي، مريم، وميرسي يا رند على تليفونك قوي، حبيبتي ميرسي، مريم. ربنا معاكي، شكرا. على الاسم على طول، احنا على الاسم على طول، حاجة في منتهى السخافة. هي اساسا فكره الضرب، يعني فكره ان راجل يمد ايده على مراته او ان ست تمد ايدها على جوزها، دي كارثيه. يعني كل مره افتكر الست قالت لي ما هو كان بيشتكي مني، كنت عايزه اريحه، اللي قطعت جوزها في اكياس، قلت لك لا ما رميتوش في الخرابه، رميته في حته تانية. هنرجع اكمل معاكم الحلقه بس بعد الفاصل، يعني هم يضحك وهم يبكي والله. بس وانا بتكلم عن المخاوف اللي بتعمل حاجات رهيبة ان لوجيك، اللي هو احنا في حياتنا ما نبقاش مستوعبين ان ده بيحصل، بس هو بيحصل. فاصل وراجعين. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه بنواصل حلقتنا النهارده، وبفكر حضراتكم بارقام التليفونات 3835022، ده رقمنا الارضي، و0 15 59 55 1006. واللي لسه يعني بيفتح معانا الراديو او بيشوفنا على النايل سات، موضوعنا النهارده عن الشيء اللي بيعطلنا وبنفضل محبوسين جدا في فكره انه لا بلاش، لا لحسن اتعب، لحسن اتعور، لا لحسن يحصل فيا زي ما حصل في فلانه، لا لان لما حصل كده مع فلان الدنيا بقى. فليه فكره المخاوف؟ والمخاوف الحقيقه امبارح كده قعدت كتبت شويه حاجات، ممكن قلت منها شويه لكن ممكن اقول اكتر. يعني المخاوف ممكن ان انت تتمرد على وضع مش عاجبك، تتمرد على حاجه، زي بالظبط التليفون اللي فات مع رندا، فكره ان انا لا انا مش هقبل كده تاني. الاستغلال، ان الناس تكون بتستغلك تحت مسمى ان هم ينفخوا في صورتك كده شويه، فيفهموك ان انت الجدع اللي ما فيش منك، بس هم بيستغلوك وبيقولوا كده زي ما بيقولوا لك بيقولوا لغيرك، عادي جدا. وممكن كمان تحت بند حب، ياما 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 الناس تستغل الناس عشان تأمن مستقبلها وتبقى تحت بند الحب، وفي الاخر لا هم مش بيحبوا، هم بيستغلوا. المخاطره بشكل عام، واللي ممكن تمنعك ويبقى فاضل لك سنتي على حلم حياه ان هو يتحقق، فكره المخاوف ان انا مش عايزه افشل. طب ما احنا هنفشل وهنقوم، هتبقى تجربه فاشله، انت مش فاشل، التجربه فاشله، انت مش فاشل، انت بتجرب. هكمل لكم الافكار اللي جت في بالي بس بعد ما اخد التليفون ده. معايا محمد على التليفون. الو. الو، اهلا وسهلا يا محمد، ازيك؟ ازيك يا مريم، عامله ايه؟ انا الحمد لله تمام، اهلا بيك. انا بتابعك من زمان، من ايام برنامج ميوزيكانا. انا ما عملتش برنامج ميوزيكانا ده، مش عارفه ده عملتي، كان على دبي. ترتتا. ايوه برافو عليك، ترتتا. مش ميوزيكانا ده اعتقد حاجه في 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 محطه تانية، انا سامعه الاسم بس للاسف يعني. ايوه انا فاكر حاجه في الموسيقى وكده. ده من حبه حلوين، ده من أيوة 15 مثلا سنه. ايوه بس انت ايه الاخبار؟ كبرت. بعد 15 سنه كبرت. بس لسه متابعك ولسه محافظه على شبابك يعني. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك من ذوقك. ربنا يخليك. انا كنت بكلمك النهارده عشان اقول لك يعني برضو حاجه بتعطل او حاجه زي كده. انا كنت المفروض بشتغل في بيزنس عائلي. وكنت مخنوق جدا منه.
وقفل وما صدقت ان هو يقفل. اوكي. فابتديت بقى اعمل مشروعي اللي انا كان نفسي فيه. عملت كافيه كان نفسي اعمله، وكان نفسي ان انا بقى ايه اعمل الشغف اللي انا كان نفسي فيه، واعمل بقى الحاجات اللي انا نفسي فيها ككاشف وباريستا وان انا اقف فيه. المشكلة بقى ان انا لما عملت كده واجهتني ان انا البيزنس بقى، ان انا الشغف مقابل البيزنس. بمعنى البيزنس له احكام يعني. لقيت بقى ان انا محاط انا كنت فاكر ان الموضوع سهل وبسيط، لقيت ان انا محاط بحاجات بيزنس كتير، وان انا المفروض ان انا الاحلام اللي انا كان نفسي فيها لقيتها بتنهار واحده ورا الثانيه. اوكي. ارض الواقع غير الاحلام يعني. ارض الواقع غير الاحلام، الله ينور عليك. بس هو معروف ان بيزنس الكافيهات والحاجات دي مش بيزنس سهل. المطبخ بتاع اي كافيه ده هو اساس نجاح الحكايه كلها. بالظبط. يعني اللي هو البارت اللي مش ظاهر للناس الجوه. انا كان نفسي ابقى هو الجندي المجهول ده. لكن للاسف بيعاملوني كاونر، وكان انا بقى ايه صاحب المحل، وان انا ما ينفعش اعمل كذا، وان انا ده مش بيزنس وايز. وانا كان نفسي اقف بايديا واعمل كل الكلام ده، لكن للاسف لقيت بقى البيزنس هو اللي بيتحكم فيا. زعلت قوي بقى يعني انا في المرحله دي، فمش عارف اعمل ايه. انت في مرحله ان انت مش عارف تعيش الباشن او الشغف بتاعك في ان انت تبقى الجزء المبدع والمبتكر، وان انت تعمل بصمه للكافيه بتاعك، وبين ان انت تبقى بتاخد بالك من اللوجيستكس بتاعت الشغلانه يعني. بالظبط كده. بالظبط كده. طب ما هو التيم بتاعك انت ما وضبتش تيم يبقى هو ماسك لك الموضوع ده. ما هو بقى المشكله ان الواحد بيفتكر ان هو يقدر، ان هو العامل البشري ده اصعب عامل بصراحه. لان كل واحد ليه دماغه، وكل واحد ليه هو بخت طريقة. على فكره ان انت تلاقي ناس في الحته دي شاطره ومبدعه ومسؤوله وكده، دي بختك يا ابو بخيت بقى زي ما بيقولوا. طبعا. فاللي هو الواحد ما بقاش عارف يعمل ايه. وبعدين زهقت من كتر ما انا بقول لهم، زهقت يا جماعه عاوزين نعمل كذا، لا اصلي ده مش ده اللاين بتاعنا، او مش ده الطريقه بتاعتنا. هم مالهمش دعوه، الكافيه بتاعك يمشي زي ما انت عايز. ما طبعا. بس اللي هو ايه، انا واجهت ان انا بقى اتشغلت في اللوجيستكس زي ما انت قلتي. فده بيجي على الكواليتي بتاعت المكان طبعا. والكواليتي انا كان نفسي ان هي تمشي، ان انا اللي اتعرف على الناس، وان انا حتى كنت عامل ان القعده الناس كلها تقعد، لكنها الترابيزات مش منفصلة، الناس كلها تتكلم مع بعض، ويبقى فيه بس زي فيه على فكرة فيه يعني في المكان اللي أنا ساكنة فيه. هي دي طبيعة الأماكن اللي احنا بننزل نقعد فيها، وباي تايم بتبقى الترابيزات كلها أصحاب، وبسلم على ده وبسلم على دي، وكنت فين وبقالك فترة ما جيتش، هي بتبقى كده. أيوة برافو عليكي. انا رايي المتواضع يعني ان انت تحاول ان انت تجيب تيم قريب من المنتاليتي بتاعتك، حتى لو هتدفع في الاول شويه فلوس زياده، بس يكونوا دول الواجهه اللي بتكمل لك الفكره اللي انت عايز توصل لها من المكان بتاعك. انت مش عايز تعمل اي مكان وخلاص. انا عاوز اقول لك ان انا فاتح بقالي 4 سنين، لدرجه ان انا يئست يعني ان انا الاقي حد يفهمني. فبقول لك لدرجة ان انا ابتديت افكر ان انا اشتغل اي حاجة تانية. بس هي المشكلة ان الناس اللي بتشتغل في برايفت بيزنس طول عمرها ما بتعرفش ان هي تشتغل في حتة تانية. ما بعرفش ان انا اشتغل عند حد. بس 4 سنين برضو مش رقم فظيع في الفود اند بيفرج. لا، ما انا كنت بقالي 15 سنة في برايفت بيزنس تاني. لا انا بتكلم في البيزنس ده. يعني 4 سنين مش وقت ازاي يعني. هقول لك ليه، لان في اماكن كتير قوي ما هي يا اما تهتت من اول دقيقه وتبقى عملت بوم وكل المكان سمع في كل حته، ودي ما حصلتش. يا اما هيطلع جرادولي.
بالتدريج. انا رايي ان انت تبقى حريص. انا بشوف دلوقتي ان في ناس واخده كورسات في الفندقه وكورسات في التقديم وكورس، يعني حاسه ان انت ممكن توصل لكاليبرز يساعدوك على اللي انت عايز توصل له. والله ربنا يسهل عليك، ربنا يسهل. بس مش من رايي، اصل بص الواحد لما بيبقى عنده باشن يعني هتزعل لما تقفل. معلش جرب مره تاني، جرب حاضر جرب حاضر جرب جرب، وحاول توسطن الامور من ناحيتين، حاول تبقى جوه المطبخ شويه وفي نفس الوقت متابع بره بيحصل ايه. مش غلط. انت عارفه في نهايه المكالمه، يعني انا كانت فكره الكافيه دي جايه من فكره فيلم اجنبي انا كنت بشوفه، واحده قاعده بتتعرف على الناس وبتتكلم مع الناس وهي اللي بتعمل كل حاجه، انا كان نفسي اوصل للحته دي، لكن للاسف في البيزنس يعني هو اللي غلب. فربنا يسهل والاقي الناس اللي تفهم الباشن ده. وشكرا قوي. انت الكويزين بتاعك ايه؟ انت بتعمل اكل ايه؟ نوعه ايه؟ ايطاليان مصري؟ الاكلات السريعه، السندوتشات السريعه والمشروبات السريعه زي اي كافيه، هو في بنزين على فكره، فاللي هو انت فاهمه زي الكونسبت ده. هتمشي هتمشي صدقني، هتشوف هتمشي يا رب. وحاول انت توسطن بين ان انت تبقى ماسك الحتتين لغايه اما تلاقي حد يبقى ممكن يبقى دراعك اليمين جوه وحد دراعك الشمال بره. يا رب ان شاء الله، يا رب ان شاء الله ربنا معاك ويوفقك وتعمل منه يعني مجموعه فروع مش فرع واحد. يا رب يا رب، بس بالطريقه اللي انا نفسي فيها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي، ربنا معاك، ربنا معاك. يلا باي 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 باي. انا بشوف يعني من ضمن الحاجات البيزنس اللي موجوده اللي مش بتخسر، دايما بحس ان اللبس والهدوم مش بيخسروا، والحقيقه اللبس والاكل سوري مش بيخسروا. وفي الفتره الاخرانيه الاكل راح في حته تانية خالص، في ناس شاطره جدا من اول الديزرتس والايس كريم والحاجات دي كلها بانواعها، متخصصين في صنف واحد بس مش مشكلة خالص. فانت بتبقى عارف انك هتروح هتاخد ده فريش الصبح لانه مطبوخ لك دلوقتي وبتاع، يعني حتى الكونسبت ده موجود بره. يعني في ناس حتى بشوفهم على الانستجرام اللي هو بيعملوا العجينة فريش وبيعملوا كل حاجة فريش، بتمشي معاهم كل الستبس عشان الصبح تصحى تلاقي الكراسون وتلاقي الباتيه وتلاقي كده وخلاص، وبيقفلوا بقية اليوم. هو ده المزاج يعني. وتفرج على الطوابير اللي واقفة، تفرج عليهم يعني. فربنا يكرمك يا محمد ان شاء الله ويبقى مكانك مسمع في كل حته. فاصل وراجعين، خليكم معانا. انا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وبنرجع مشاهدينا ومستمعينا، بنكمل حلقتنا من اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وحلقتنا عن المخاوف. فكرة ان انت يكون عندك حاجات ممكن تكون حتى مش معلنة للشخص نفسه، يعني هو مش عارف هو بيتصرف كده ازاي او بيتصرف كده ليه، بس هو لو فكر فيها شوية ممكن يفهم هو بيتصرف الحاجات دي ازاي، او بناء على ايه بتتخذ المواقف دي في تعاملاته in general. هستقبل التليفون ده من دعاء الاول وبعد كده هرجع اتكلم معاكم في الجزئية دي. الو. ايوه دعاء. أيوة. هستأذنك زيك الأول، هستأذنك بس وطي التلفزيون، اسمعيني من الراديو. سمعيني؟ أي سمعيني؟ خلينا من الراديو، من السماعة، تفضلي أنا معاكي، عايزة تقولي إيه؟ طيب أنا بصي، أنا ممكن أتكلم معاكي على حاجة تانية، يعني هو برضو يعني طبعا الحلقة وكده المخاوف كده، بس هو أنا يعني اتحطيت في مشكلة فمش عارفة أحلها. يعني أنا حبيت واحد واتجوزته، وبعد ما اتجوزنا وكده حصلت مشاكل يعني في بيت العيلة. اوكي. فلما المشاكل دي كترت وبتاع، فحاولت ان انا يعني ايه اتجنب المشاكل دي وبتاع، فقلت له ان احنا عشان نكمل مع بعض وبتاع فاحنا عايزين نقعد مع نفسنا، يعني ناخد مكان وحدينا وبتاع، فهو رفض كده. فبيقول لي لا، قلت له يعني انت مثلا هتختار، اختار هو اهله ان هو يكمل معاهم، وقال لي انا عايزك وبتاع، بس يعني انت لو عايزه تكملي معايا فتكملي معايا زي ما انا عايزك كده، انت تاخدي يعني في بيت اهلي انت وابنك. قلت له تمام ماشي، بس احنا على طول في مشاكل من والدتك ومن اخواتك في البيت، وحتى
حريم اخواتك وكده، فهو مش فاهم كده، بيقول لي لا انت عايزاني اسيب بيت عيله، بيت العيله وامشي وبتاع. قلت له ماشي عشان احنا نقدر نكمل حياتنا وكده. فهو دلوقتي رافض الكلام ده، فبس فرحت حصلت مشكله وبتاع وسبت بيت جوزي، وانا قاعده حاليا عند بيت اهلي. فهو مش يعني مش عايز يكمل في الموضوع ده، فهو مش راضي يعني ان هو يكمل في الموضوع ده. وانا خايفه يعني من كتر المشاكل اللي حصلت وبتاع، فانا خايفه اتكلم مع اهلي اقول لهم ان انا دلوقتي مش عايزاه وان انا مش عايزه اكمل معاه. فانا لو قلت لهم كده فيقول لي ده هو اختيارك، انت اللي اخترتيه في الاول. اوكي، فانا مش عارفه دلوقتي اعمل ايه بالظبط، يعني هل ارجع له او افضل في بيت اهلي او. فكنت حبيت يعني هو انتوا بتتخانقوا بسببهم ولا انتي مش مستريحه معاهم؟ الخناق كله مع امه، بسبب امه ان هي على طول شايفه ان انا لا مش نافعاه، ان انا مثلا بحاول ان اكرهه فيهم، مع اني انا مش بكرهه فيهم، انا بس اكتر ولا اقل عايزين ان احنا يبقى ايه حياتنا مستقره كده مع نفسنا، مش حابه مشاكل وبتاع. هم بقى عايزين يدخلوا له فكره في دماغه ان انا مش عايزاهم يقعدوا، ان هو يقعد معاهم. طيب هرد عليكي. حاضر يا دعاء. حاضر، بشكرك على تليفونك. هو بيت العيله دايما كده يا جماعه على فكره، يعني ما حدش يتوقع ان هو هيبقى سواء في بيت عيله الراجل او بيت عيله الست ومش هتحصل مشاكل. هتحصل، لان الطباع مختلفه وعلى ما نطبع على بعض بتاخد لها شويه وقت. بس هي الفكره من الاول احنا بنبقى اتفاق، يعني ما حدش دلوقتي يفاجئ حد في النص، يعني الا لو في بقى ان الطرف التاني ده حقاني وشايف انه لا في كده مشاكل واحنا مش هنعرف نتعامل، فمن باب افضل ان احنا نفصل القوات عن بعض. بس ما دام في اتفاق من الاول وده انت وافقتي عليه، بيبقى في صعوبه شويه، مش ان انت تاخديه منهم، لا، ممكن تبقى الصعوبات دلوقتي هو قاعد في بيت ملكه وبتاع، ليه يروح يدور ويتكلف وانت شايفه الدنيا عامله ازاي دلوقتي. انا من رايي المتواضع يعني انك تقعدي وتتكلمي معاه وتشركيه في قعده مع والدته، وتستحملي شويه الكلام البايخ، لانه من الواضح ان ممكن تكونوا حصل اخطاء بينكم، شلتوا من بعض يعني. بس اقصر طريق انا في الحياه عموما ان انا كده اواجه واقعد واتكلم وادي نفسي فرصه. وعشان كده بقول لك تقعدي ويكون هو موجود عشان خاطر يبقى الكلام قدامه. وحاولي بقى بعد القعدة دي بجد خليكي في حالك، وبجد ما تظهريش غير في وجوده، عشان ما تديش فرصة ان انت تبقي مادة للمشاكل، ومادة ان قالت عملت سلمت طلعت نزلت. خليكي يعني شوفي انت عايزة القعدة دي تحطي نقط على حروف في ايه، في تنسيق العلاقة دي مع بيت العيلة، لان دي عيلة. مش هتعرفي يعني اخواته وامه، الموضوع مش ايزي يعني. وربنا يكتب لك يهدي سركم يعني، لانه الحكايه مش بتبقى سهله قوي كده، الا لو طلعت منه هو شخصيا، الا لو هو حس هنا لا انا مش عايز اخسر اهلي وامي، وفي نفس الوقت دي مراتي وحبيبتي وام عيالي، فانا هفصل القوات. هو تطلع منه هو انه يشوف ان ده للمصلحه، انه لا خلاص انا هاخدهم، يجيب لك بقى شقه في حته قريبه، تاجري تعملي حاجه كده يعني. هرجع تاني لان ده كان بره الموضوع شويه يعني. هرجع تاني لفكره الموضوع بتاعنا المخاوف. هديكوا اكتر من نموذج. في ساعات للاسف الشديد امهات بتغلط في حق عيالها وفي حق تربيتهم العقليه والذهنيه في الحكم على الامور. اديكوا مثلا، لو حصل انفصال مثلا، او حصل ان الاب ما هواش الشخصية من وجهة نظرها، ممكن يكون كويس جدا بس هي ما بقوش على وفاق مع بعض، فتبتدي الست الزوجة دي او الام او المطلقة او whatever تبتدي تدخل الولاد معاها في مشاكل الكبار، مش تفصلهم لا تدخلهم، وتبتدي وللأسف الشديد ده بيحصل كتير، تعبي الولاد من باباهم وعشان يكونوا سبورت ليها، عشان يكونوا في اوقات جد لا حرام عليك ماما وماما تستاهلش، في صعبانيات كده بتتلعب ساعات، ودي كلها غلط. الولاد مش المفروض يبقوا طرف خالص، لا بالكويس ولا بالوحش، خلوا الولاد في حتتهم لما يكبروا ويفهموا
ساعتها هم نفسهم هيحسموا الأمر مين غلطان ومين مش غلطان. وهي بتعمل الحركات دي وهي بتدخل الولاد معاهم وتعبي في دماغهم، شفتوا باباكو، شفتوا باباكو، باباكو عمل، كان المفروض يعمل ما عملش، شوفوا بيصرف على نفسه، ما بيديناش، بيودينا الليلة دي كلها انت عمالة تحطي في قلب ولادك مخاوف، مخاوف انه هو ده الجواز، يبقى انا هيحصل فيها كده. ولو بنت تلاقيها تعقدت وقاعدة بتدور على الدفو فين، يعني something fishy، ها المقلب فين، الدنيا فين، في اي حد يتقدم لها او اي حد تبقى فيه بينها وبينه قصة، او ان هي تبقى متخيلة ان منظومة الجواز هتبقى كده وكمان تكرها، مفيش ثقة، يعني هي طول الوقت هتبقى في شك، هتبقى شكة انه اللي قدامها ده ممكن يبقى يعمل زي ما بابا كان عامل في ماما، ممكن بابا ما عملش حاجة خالص، ممكن بابا كان كويس بس ماما هي اللي طبعها صعب، ممكن بابا وماما كانوا كويسين قوي في وقت من الأوقات لكن للأسف الشديد هما مش على وفاق دلوقتي، ومن الأفضل إنه بابا عشان تبقى علاقتي بيه كويسة وسوية وعلشان ماما تبقى علاقتي بيها كويسة وسوية إنه يحصل الانفصال المتحضر من غير ما حد فيهم يشوه صورة الشخص التاني. دي هتفضل طول عمرها أمه وده هيفضل طول عمره أبوه. ففي ساعات ستات بتقع في الغلطة دي من باب إن إحنا نكون جيش كده مع بعضينا والعيال تبقى ساندة، وفي طبعا أباء بيعملوا كده بس الأكتر بيبقوا مع الأم. انت مش عارفه انت بتبوظي عيالك ازاي، انت مش عارفه انت بتلعبي في فكره حكمهم على الامور ازاي، بتخليهم يشوفوا الدنيا والحب والجواز والخلاف والاستقرار والحياه الزوجيه والشراكه من خلال تجربتك انت ومن خلال عيونك انت، في حين ان ممكن يكونوا طالعين بيتشكلوا تشكيله تانية خالص لو انت جنبتيهم ده لغايه لما يقدروا يستوعبوا. هم من نفسهم هيقولوا لك هم من نفسهم هيحموكي، يعني اعتقد لو انت مربيه كويس مش محتاجه ان انت تعملي كده بالولاد، مش محتاجه ان انت تستخدميهم، وكذلك الاب. يعني انا بقول ده على الحالتين بس، يمكن اكتر نماذج الامومه بتبقى اكتر انه ما بتعرفش، هي اللي قاعده معاهم اكتر في الوقت، هي اللي بتربي اكتر، هي اللي متفرغه اكتر، بيشربوا منها طباعها افكارها ردود افعالها اكتر، فبالتالي بتطلعي اطفال او بتطلعي جيل تاني تكرار نفس الاليه، هي نفس الباترن، هو هتلاقيها هي برضو هتختار حد مش هتعرف تكمل معاه، هتتطلق صغيره، هتقسي العيال على بوق، هتفضل كده. فاصل وراجعين، خليكم معانا. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ولسه بنكمل حلقتنا مع حضراتكم، حلقتنا على الهواء مباشرة من اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي، 0-15-59-55-1006 هو معانا تليفونات بس يوسف لسه بيفلترها، فهقول لكم على اكزامبل تاني من فكره المخاوف واللي ساعات بتكون فيها الفاتوره بتدفع من اكتر من طرف، من الطرف اللي عنده المخاوف ومن الاطراف اللي ممكن تكون بتجد على حياته او بتدخل حياته بعد مثلا تجربه هو تعور فيها جامد جدا. في ناس بتحب جامد قوي، يعني في ناس سواء ست او راجل بيحبوا بكل ما فيهم من مشاعر ومن قلب ومن عطاء و و و و بتبقى الكسرة جامدة جدا جدا لما بيكتشف انه الشخص اللي قدامه كان مقلب، كان بيستغله، كان يعني مستغل حبه، مش مستغله، مستغل حبه، ومن خلال ان الشخص ده بيحبني بيعمل لي كل اللي انا احلم بيه بس على أرض الواقع أنا بستغله أكتر ما بحبه. في الحالة دي الناس دي لما بتتعور جامد ولما العلاقة دي بتخلص أو العلاقة دي ما بتكونش في الآخر علاقة، يعني لما يفتكروها يتبسطوا بيها، هي بتعمل كلاكيع بقى جوه، بتحس إن الشخص ده ما بقاش عارف يآمن، خايف يتعلق، خايف يستغل، خايف يدي فرصة،
طول الوقت تحس ان في حالة كهرباء، بيتكهرب من اي حاجة يعني. اولا هنا هو بيبقى بيعور نفسه بنفسه، لانه مش مدي حتى قلبه، لانه مش عايز يحس احاسيس حاسها، عنده مخاوف ان هو يبقى مكسور، انه ما يعرفش يلملم نفسه، انه كذا. بس مش معنى ان انت مريت بتجربة بالمنظر ده وكان في سوء اختيار او اتضحك عليك او اتصور لك حاجة وهي ما كانتش حقيقية ان كل الناس كده، فبتدفع الفاتورة دبل المرة دي. انت مع نفسك مش عارف تحب كما يجب، ان كل الامور قدامك بتقول ان الشخصية دي غير القديمة مثلا، او الشخصية دي لا تمت للتجربة القديمة بصلة، بس انت خايف، عندك مخاوفك، انا مش عايزه اقرب، انا مش عايزه اتوجع، انا مش عايزه ابقى موجود، فاقرب واطمن لا اجري. وفي نفس الوقت الشخصيه اللي قدامه بتنهار نفسيا، لان هي بتبقى مش فاهمه هو في ايه، دي ما بتبقاش يعني. يا ريت كانت الحكايه تبقى عارفين المثل بتاع الناس من قريب مش على طول حلوين، يعني خلي دايما مسافه بينك وبين الناس، لانه الناس دي لما بتقرب وما بتكونش هي هيلد من جواها، ما بتكونش التجربة طلعت براهم وقادرين يحبوا صح ويهتموا صح ويفهموا ان دي تجربة خلصت مع شخصها، يعني التجربة الفاشلة خلصت بفشلها مع الشخص اللي كان في العلاقة دي، مش هناخدها بقى في الدنيا، مش طول ما احنا ماشيين هنفضل ندوس على الناس بتجربة فاشلة عندنا. وان لازم من حق الناس التانية اللي بتدخل حياتي ما يدفعوش تمن مخاوفي أنا في تجربة أنا فشلت فيها لسوء اختيار أو لسوء الشخصية أو فبتبقى المخاوف دي بجد مش بس بتضر صاحبها، لا هي بتضر اللي بيتعلقوا بيه كمان، واللي ممكن يكونوا في حياته يسيبوا أثر كبير جدا لو إدى لنفسه وإداهم الفرصة الصح. فبحس أن المخاوف دي بتمنعك تعيش، لأن الحب ده عيشة، الحب ده حياة، الحب ده أحلى حاجة في الدنيا، إن أنت تحب وتتحب، وإن أنت تبقى حاسس إن أنت في حد بيدور عليك وحد مستنيك وحد بيحبك وحد مش ممكن يأذيك، وحد لو أنت حتى أذيته هو مش هيأذي. بحس إن الناس دي لازم تقعد مع نفسها شوية قبل ما تدخل في علاقات، تناقش مخاوفها مع نفسها، أنا ليه بعمل كده مع الناس دي؟ طب خلاص دي كانت تستاهل، أو ده كان يستاهل، التجربة دي كانت لازم يحصل فيها كده عشان هي غلط من الأول، في تجارب تانية لا. فحتى في الحب المخاوف بتبوظ حاجات كتير جدا جدا. معايا وليد على التليفون. الو الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا، اهلا بيك استاذ. بارك عليك، يا رب تكوني بخير. انا تمام الحمد لله، نشكر ربنا. اتفضل. وانا هتكلم عن المخاوف بشكل عام يعني، ولا لازم على انت المخاوف؟ لا لا بالعكس، انا عايزه بشكل خاص. بشكل خاص بمعنى تجربه شخصيه ولا حاجه معينه؟ انت عن نفسك يعني، هل انت فعلا مدرك وقعدت مع نفسك وعملت كده الاناليسز الصح بتاع شخصيتك، انك تعرف ايه مخاوفك بالظبط واسبابها؟ والله اكيد طبعا، لان هو الواحد بعد فتره معينه من العمر ومن الزمن بيدور بقى ايه اسباب مشاكل معينه هو ما كانش فاهمها. اوكي. فطبعا اكيد من الحاجات المخاوف توصل لدرجه اوهام، يعني انت مثلا تبقى خايفه مثلا في تجربه، تخش في تجربه معينه، مش تجربه حب، انا مش بتكلم على الحب، بتكلم في تجربه شغل، في تجربه حياه، في تجربه قرار سفر، بتبقى خايفه. اوكي. المخاوف دي بمجرد ما حضرتك بتاخدي اول خطوه فيها بتلاقي نفسك، بس خطوه بعقلانيه، خطوه بعقل. بتحس ان انت كنت مكبر الموضوع قوي، الموضوع سهل على فكره، مفيش حاجه جدا يعني، هتلاقي المواضيع اصلا، وان الحياه فيها حاجات اكبر بكتير وتجارب اكتر بكتير، هي ممكن يعني تبقى مخاوف يعني ايه اعلى شويه. تخش المرحله الستيج بعدها تلاقي نفسك برضك ان المخاوف اللي انت كنت عاملاها ممكن فيها تجربه وفيها احتكاك وفيها مشاكل. طب وفيها، هسألك على حاجه، هل انت وصلت بينك وبين نفسك انت ليه كان عندك المخاوف دي، من تجارب شخصيه ولا من امورك قدامك ولا من ناس حواليك قريبين؟ نوع من التفكير يعني، التفكير اللي انت الغير منطقي اللي انت تربيتي عليه، وان انت تربيتي على الخوف، ده حاجه في التربيه ملهاش علاقه باي حاجه. هو ده اللي انا كنت بقوله، فكره ان انا ارهب الطفل من هو صغير، ما تجربش وما تعملش وما تروحش ومش هتسافر ومش هتنزل ومش هتروح طول الوقت كده، هو ما جربش. انت عارفه ان اكتر حاجه انا بنجح فيها هي اللي انا بخاف منها. مش هو في مثل بيقول لك اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه؟ بالع...
يعني انت بتعمل ساعات كتير فعلا اللي انت كنت خايف منه واللي انت فاكر ان هو هيكون مضر، بتلاقي نفسك يمكن قطعت بيه مسافات وخطوات كتيرة جدا. والخوف بيعمل حاجتين، بيخليك ما تعرفيش تاخدي قرار سليم اول حاجة، الحاجة التانية بيضيع 70% او 80% من مجهودك ومن سلامك النفسي، بتفضل طول الوقت. يعني انا دايما بقول ايه، كويس ان انا اجرب احسن من ما اقول يا ريتني. يا ريتني دي لما بتتقال في اوقات ممكن تكون خلاص وقت راح، مش هينفع. والله طول ما هي التجربه سليمه وبنيه سليمه وبعقلانيه، عشان زي ما حضرتك كنت بتقولي كده ان في بعض التجارب الحب الناس ما مش عايزه تجرب تاني، ان هي تخش اي تجربه عاطفيه بسبب ان هي داخل التجربه غلط، فبيحصل تعميم بعد كده على التجارب الجايه. يعني اللي هي الخبرات السابقه بتحكم على التجارب الجايه بالظبط. ودي انا بحس ان ممكن تاخد نسبه 25%، ممكن خلينا نقول ان في حذر لازم يبقى موجود، ان يبقى في 25% انا يعني حرس ولا تخون. بس لما امور كتير تحصل قدامي، ما فيش حد بيقدر يعني، لو في شخص في حياتك مثلا ومر عليه شويه وقت حلوين انت بتكلمه بتشوفه بتعرفه وفات شويه وقت، يعني التمثيل بيبان، الناس اللي بتمثل بتبان، الناس اللي مش بتحب صح بتبان، الناس اللي داخلة على مصالح بتبان. بس بدون ما نضحك على نفسنا، يعني بدون ما الانسان يضحك على نفسه، يعني ما واحد بداية يعني في ناس بتضحك على نفسها ومكملة. لا، اللي عايز يضحك على نفسه ده ما عندوش اللي احنا بنتكلم فيه خالص ولا مخاوف، داخل بقى خلاص هو كده رايح وماشي مع التجربة، ويعني يعني he's going with the flow زي ما بيقولوا وخلاص. فدي دي حاجة تانية يعني. بس انا بتكلم على فكرة ان الناس اللي هي واقفة على الشط كده وبس، لا 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 مش هنزل، لا مش البحر يجنن النهاردة، لا لا بس انا مش هنزل برضو، طب ده الشمس لا مش نازل، وهو بيعرف يعوم واصحابه جوه وهيتبسطوا واليوم هيبقى لطيف، بس في خوف. هو الخوف ده بسبب ان هو خايف يجرب، خايف ياخد الخطوة، خايف ان هو يسافر، خايف ان هو وعلى فكرة انا لا يعني مش بقلل خالص من فكرة المشاعر اللي ممكن تبقى اتجرحت او اتكسرت، لانه الناس فعلا بتتوجع جدا. يعني مصطفى شعبان طبعا الجملة المشهورة بتاعته ما بيتجرحش قوي غير اللي حب قوي، دي حقيقة. يعني بنتكلم في موضوع الحب انه ليه هيبقى عندي مخاوف، يعني معناها انا حبيت قوي، معناها انا قدمت سبت وحد واثنين وثلاث واربع. عارفة لو مواتية التجربة من طرف واحد دي في حد ذاتها حلوة، يعني لو انا مثلا انا استمتعت بالتجربه بكل اللي انا طلعته من مشاعر واحساس ليا، الشخص اللي قدامي، بس هي في الاول في الاخر بتعود عليا. لا يعني ما انت بتكره نفسك وبتكره التجربه لما بيكون شخص سام او توكسيك او استغلك. لا توكسيك ده قصه تانية، ما احنا قلنا بقى لو رحتي برجليك لحفره فانت اللي حضرتك اللي ما حدش بيبقى عارف ان هي حفره. مين بيبقى عارف ان هي حفره وبيروحها؟ لا لا هو تاني الانسان بيضحك على نفسه، يعني صديق الوحش بيبان، الحبيب الوحش بيبان، الانسان الوحش بيبان. صدقني مش في كل الاحوال، في ناس شاطره قوي، في ناس شاطره قوي في ان هي تغلف الحكايه وتحسسك انه المشكله عندك. يعني في كمان ناس بتبقى شاطره قوي في قلب الترابيزه، اللي هو لا انت اللي بيتهيأ لك حاجات، انت اللي بتأفور، انت اللي المشكله عندك. فمش ايزي، مش ايزي. بس عموما انا بشكرك جدا جدا على تليفونك، وبشكر ان انت كمان عارف ضعفاتك فين وبتشتغل عليها، لان دي مهمه قوي. اخيره يعني انا فضل. كان ليا حد صاحب والدي، هو دايما كان شايفني ان انا حد يعني مش اكتف ومش عارف ايه، فالمهم حضر معايا موقف ما، فالحد اللي انا كنت معاه الموقف ده فانا عارفه، فقلت له في اخر الموقف واحنا يعني موقف تجاري او حاجه زي كده، فهو قال لي لا انا كنت فاكرك حد تاني خالص، فمشيت معاه كده بعد ما خلصنا الموقف اللي احنا كنا فيه. فقال لي عايز اقول لك حاجه، قلت له ايه؟ قال لي عيبك ان انت خايف. ان انت خايف؟ خايف. قال لي انا اتعلمت السواقه الساعه 2 الظهر. قلت له بمعنى ايه؟ انا مش فاهم يعني. قال لي انا كنت معايا عربيه، عارفها طبعا. قلت له طبعا عارف العربيه. قال لي مراتي يلا بينا، مراته اللي قالت له يلا بينا وننزل. فقال لها سوق ازاي الساعه 2 الظهر وانا اول مره اسوق في حياتي؟ قلت له بس دوس على الكونتاكت وتوكل على الله. وفعلا بيقول لي من يوميها انا بعرف اسوق من 40 سنه. ايوه ما هو الريسك يا بيطلع يا يعني، والنسبه الاكبر بتبقى في فرحه رهيبه انك جربت ونجحت. فهو دايما المخاوف بيقول لي انت يعني ان انت ما تاخدش خطوات كبيره واقف مكانك بسبب ان انت عندك قدر كبير جدا من الخوف. صح. فهو ده تحليله ليا بقى، انا ما اعرفش، انا بتكلم ان عموما اي حد بيخاف
عليه بالتجربه، بس التجربه بالعقل صح، عشان ما حدش يستغل الموضوع يبقى نوع من التهور صح. يبقى انا اتقلبت من النقيض للنقيض التاني. عندك حق، وانا دايما بشكرك ودايما ببقى سعيد ان انا بكلم حضرتك والله. دايما انا يعني انا بقى انا عندي كده من اول السنه ثلاث ايام فيهم حظ، كلمت حضرتك ثلاث مرات في الثلاث ايام. يا رب يخليك وتكلمني رابع وخامس وعاشر كمان. انا شاكر لحضرتك جدا. شكرا الف شكر. ربنا يخليك يا فندم. شكرا اتفضلي معايا. مع السلامه. يعني يمكن جزئيه قبل ما نطلع الفاصل وبعد كده يبقى عندنا اللينك الاخير. يعني احلى حاجه بقى في الدنيا ان انت تبقى قويت على تجارب قبل كده، وعرفت تفصل، وعرفت تدي للناس اللي قدامك او للبزنس او للمخاطره او لرأي او لانطباع انت عايز تسيبه عند الناس. يعني انا باخد كل التليفونات اللي جات، يعني من اول اللي قالت لا انا وقفت لمرات ابو جوزي وبتاع، ولو لا انت مش هتتعاملي معايا كده تاني. فكره ان انت تبقى عارف بتختار حد برغم ان انت كنت طالع من تجربه مش الطف حاجه، وتديله فرصته صح، ان انت تشتغل على نفسك، ان انت بتقعدش تعمل مقارنات، ما ترجعش تقول لا اصل وبتاع. ان انت يوم ما هتعدي بس البريدج ده، يوم ما هتعدي بريدج ان انت مخون ومش حابب ولحسن وبتاع، هتلاقي نفسك في حته سعاده ما حصلتش، لانه مخاوفك ما غلبتكش، انت عديتها او حطيتها في الجزء بتاعها، ما خدتهاش معاك لبقيه حياتك. لان اوحش حاجه في الدنيا، يعني انا افضل جدا كلمه ما بتتعلمش. يعني كل تجربه اتعلم منها جزئيه، بس مش لازم اخد التجربه معايا في كل حته. هتعلم من هنا حاجه ومن هنا حاجه ومن هنا حاجه، لان مفيش تجربتين بيجوا شبه بعض، ومفيش مشروعين بيجوا بنفس المشاكل، ومفيش الا لو الديفو عندك، الا لو الموضوع عندك انت، فيبقى انت اللي عندك مشكله لازم تصلحها، انت اللي لازم تقوي نفسك في الحتت الضعيفه، ان كانت الشك، ان كان فكره عنصر المؤامره، ان كان فكره ان انت ودني بتسمع كلام كتير، ان كان فكره ان انت خواف مش ريسك تيكر مش عايز، ان كان فكره ان انت مش عايز تبين، مش عارف تبين شخصيتك كما يجب وتقف ويبقى ليك موقف وسط الناس ريجاردلس هيحصل ايه. كل دي حاجات تخصك انت، اجاباتها جواك انت، بشغلك على نفسك انت مش الناس التانية. بتطلع بقى على الناس التانية لما للأسف الشديد انت ما بتكونش صريح مع نفسك، زي اللي يقولك مثلا تعالى وهنتشارك وبتاع، وانت معكش رأس مال. طب رحت وعملت شركة وأجرت وبتاع، طب ظلمت الناس اللي معك ليه؟ خلاص شيل انت شيلتك، انت ليه بتدخل أطراف أخرى معاك وتوهمهم وهم لطيف جدا؟ الشخص اللي يوعد حد ويقول لها هنبقى وهنبقى وهنبقى وفي الآخر فكرت وحسيت اني مش هقدر، طب ليه؟ ما كانت في حالها. انت مش عارف تحل المخاوف اللي جواك ليه؟ وبتظلم ناس معاك ليه؟ فاصل وراجعين. مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنرجع مع حضراتكم وبنكمل حلقتنا عن فكرة المخاوف اللي ممكن تكون بتسيطر على طريقة تفكيرنا، على نظرتنا للأمور، بتحبسنا دايما في مبارح، مش بتخلينا خالص نشوف النهاردة أو حتى بكرة بشكل ألطف وأظرف. وأنا بشوف أنه فكرة كلمة المخاوف دي ممكن لو احنا بدلناها بفكرة الدروس، الدروس المستفادة من أي حاجة بقى. كنت بتشتغل في مكان والمكان ده انت مثلا ما لقيتش نفسك فيه، مش معناها ان كل الاماكن كده، هتروح في مكان تاني مع ناس تانية هتلاقي. طبعا في الاول بيبقى فيه شوية بنتلمس الامر كده، اما اشوف الدنيا عاملة ازاي، اما اشوف الادارة دي شكلها ايه، اما اشوف الزملاء هنا انظامهم، اما اشوف فكرة الناس لما بتوقع بتعمل ايه، طب في الخصام بنعمل ايه، طب باخد حقي ولا ما باخدش حقي. بتختلف سيستم هنا غير سيستم هنا غير سيستم هنا. في الأصحاب كذلك، في أصحاب كتير، بس يمكن عشان احنا عندنا بدائل كتير في الأصحاب فما بتبقاش مخاوف قوي قد ما فكرة انه حرص. انا بشوفها كده دايما، بتبقى المخاوف مخاوف اكتر في فكرة ارتباط وفكرة ريسك بفلوس او ريسك بزنس او سفر، اللي هي القرارات المصيرية، القرارات اللي ممكن تطلعك قدام او تفضل حبساك في الكارول اللي انت واقف فيه النهارده.
شيء صحي من وقت للتاني انك تختبر نفسك وتدي نفسك فرصة تشوف مش يمكن اخترت صح، مش يمكن المرة دي فكرت صح، مش يمكن الناس دي اللي تعوضك عن حاجات انت كنت فاكر ان هي راحت ومش راجعة تقدر ان انت تعمل المناقصة الفلانية، تقدر ان انت تعمل البيزنس الفلاني، تقدر ان انت تكبر الشركة بتاعتك، تقدر ان انت تبقى مالتي ناشنال مش ناشنال. ممكن ممكن ناس تانية تبقى الفكرة بتاعت الاختيار الاشخاص. احنا طول ما احنا عايشين اعتقد انه في الحياة العاطفية عموما يعني اكيد كل يوم بنكتشف حتة، انا بيتهيأ لي كده، لغاية ما نحفظ البارتنر ده عامل ازاي، لغاية ما نشوف عامل ازاي. فلازم ندي فرصة عشان نحفظ البارتنر ده، نشوفه نشوفه في كل حالاته، مش نفضل طول الوقت قاعدين احنا واقفين كأنه حاطين كده عازل بيني وبينه ازاز او حاجة، اللي هو انا عمالة احلل النفس اللي بيتنفسه بناء على مشاكلي انا الشخصية، بناء على مخاوفي انا الشخصية، بناء على فكرة. وهنا على فكرة في جزء كبير جدا ايجو، الايجو ده هو اكتر شيء مدمر للبني ادم لو سيطر عليه، انا بشوف كده. يعني فكرة ان انت طول الوقت عندك كبر وعندك الايجو وعندك ان انت عايز تبقى المسيطر، مفيش حاجة اسمها كده، فيش حاجة اسمها ان انا لازم اسيطر ولازم ابقى عامل كنترول. وعلشان وفي الغالب الناس اللي بتسيطر وبتعمل كنترول وبتبقى عاملة كده قوي على الناس اللي معاها واللي حواليها بتبقى هي قلبها قلب خصاية، منظر على الفاضي تماما، بيخافوا يبينوا الوش ده، بيخافوا ان هما ان الستارة كده تيجي كده شوية، فان انت تشوف انه لا على فكرة ده طيب وده حنين وده ده جميل وده وده وده، بيخافوا لا أنا لازم أبقى وحش عشان خاطر سعيد. هتفضل كده، هتفضل مضيع على نفسك أوقات حلوة زي ما شيرين قالتها، وهتفضل ظالم معاك ناس عشان ما خوفك أو عشان ما خوفك. في ستات كتير ما بتثقش، ما بتثقش، وتيجي عند لحظة هروب، يبقى خلاص الفرح قرب هروب، تبقى الخطوبة قربت هروب، مع انها يعني قلبها في كده حتة بتقول لك الموضوع ده اوكي تمام تقلقيش، ازاي بقى لا وبوازه وافضل قاعدة كده لحسن يحصل حاجة. فاعتقد انه لو الواحد بس قاعد مع نفسه لحظة شوية، ودايما زي ما بحب اقولها يعني لو قلب الكراسي وفعلا شاف الناس بنضارة متلمعة كويس بعدسة كلير توزن وتقرر وتحط كل حاجة في مكانها، تحط الفضة وتحط الذهب وتحط الألماس وتحط، هتختلف انت نفسك، هتبقى مبسوط قبل ما تكون باسط الناس اللي حواليك. انا بشكركم جدا جدا على حلقة النهاردة، واتمنى اتمنى اتمنى ان مخاوفنا ما تسيطرش علينا، مفيش حد سوبرمان ولا سوبر وومن، يعني احنا كلنا عندنا ضعفاتنا وعندنا وعندنا، بس الحياة بكل ضغوطاتها دي يعني نستاهل احنا كبشر ان احنا ندور على الايام اللي هنكون فيها سعادة، ما نخليهاش هي اللي تسيطر علينا كتير قوي علشان ما تغلبناش كل جولة، يعني نكسبها مرة تكسبنا مرة، نقدر عليها مرة، نقدر على نفسنا مرة، عشان يكون لها طعم، عشان يكون لها حاجة حلوة، وهي تستاهل ان هي تتعاش بطريقة حلوة لو احنا حلوين مع نفسنا. مشكوركم، ميرسي يا يوسف، ان شاء الله اقابلكم الاسبوع اللي جاي، باي باي. كنتم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.